يعني احنا بنشوف العالم من خلال كاميرا هي العين والمخ والأعصاب، والمخ بيعيد تركيب مفردات العالم وخامات الإحساس ويخلق ويركب صورة جديدة خالص، ممكن تكون فيها معلومات جديدة، ممكن تكون بتشوف جانب فقط من المسرح الواقع اللي شايفينه. ولأن كل حيوان له عدة مختلفة، ربنا اداله عدة مختلفة، فهتكون النتيجة أن كل حيوان بيشوف مشهد مختلف من الدنيا. يعني مثلا اللي بيشوف الصرصار مختلف عن اللي بتشوفه النملة أو الحمامة أو النحلة أو التعبان أو الدودة الأسكارس أو البني آدم. يعني مثلا في حيوانات ما تشوفش الأبيض وأسود، في حيوانات تشوف ألوان، في حيوانات ما تشوفش إلا مساحات وكتل، في حيوانات ما تشوفش إلا مسطحات، في حيوانات ما تشوفش حاجة خالص زي الدودة مثلا في البطن، كل اللي تشوفه سخن وبارد وإحساسات لمس فقط. وفي الإنسان اللي بيشوف ثلاث أبعاد وبيشوف البعد الرابع اللي هو الزمن، بيركبه على المشهد فيقدر يحكم بأن في ماضي وحاضر ومستقبل. والإنسان هو الوحيد اللي بيدرك الزمن وبيركبه على المشاهد، وهو الوحيد اللي بيعرف أن في حاجة اسمها ماضي وحاضر ومستقبل. النحلة بتشوف الألترا فايولت اللي هي الفوق بنفسجي، احنا بنشوفهاش، ما بنشوفش الألترا فايولت. الوطواط بيسمع السوبر سونيك، احنا ما بنسمعوش. يا ترى هل ممكن في حيوانات بتشوف الاكس راي والامواج اللاسلكي ولا المايكروويف ولا الجاما راي والالفا والبيتا راي والحاجات دي؟ ما نعرفش. هل جايز لما الكلب يهبهب بالليل يكون شايف حاجة احنا مش شايفينها؟ ما نعرفش. لكن المؤكد ان كل حيوان له عدة بيشوف بيها، والعدة لها حدودها، فبيشوف كل حيوان بيشوف مشهد يختلف عن الحيوان التاني. معنى كده ايه؟ معنى كده ان الانسان اللي بيشوفه من الدنيا هي مجرد مشهد من خرم باب، وانه مجرد مساحة شبر في شبر من مسرح مليء بالأحاجي والألغاز. ولكن هو الإنسان هو الكائن الوحيد اللي بينط على الصور ويحاول يفتح الباب الموارب، ويحاول يعني يخرج من سجن الرؤية المحدودة، ويحاول يشوف ما لا يرى. اخترع الميكروسكوب عشان يشوف الحاجات المتناهية في الصغر، والتلسكوب عشان يشوف الحاجات المتناهية في البعد، وأطباق اللاسلكي والرادار عشان يسمع همس النجوم، والجاما كاميرا يشوف بها أشعة جاما، والإنفراريد كاميرا يشوف بها الأشعة تحت الحمراء، والألتراسونيك عشان يحس بالألتراسونيك. يعني هو باستمرار عاوز يقتحم ويفتح الأبواب وينط على الصور ويعرف الأسرار والأحاجي والمجهولات. وربنا بيشجع في الحكاية دي وبيحب الحكاية دي، وبيقول له قل رب زدني علما. وربنا بالنسبة للمجتهد بيمد له في الأسباب ويكشف له ويدي له مزيد من العلم، لكن بإذن ومشيئته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وربنا وعد الصالحين بجنة عرضها السماوات والأرض. فالناس الجهال يقول لك يا عم ايه الجنة اللي عرضها السماوات والأرض دي، ما احنا شايفين حاجة، ما فيش حاجة. لكن العاقل الحكيم هو عارف انه مش شايف من الدنيا الا واحد من ألف، وكل ما يزداد علمه كل ما يحس انه كمية الحاجات اللي بيعرفها قليلة جدا، وبالتالي بيصدق ربنا أكثر، بيصدق القرآن أكثر، لأنه بيدرك حدوده، بيعرف حدود قدرته وبيعرف حدود جهله، وبالتالي بيبقى عنده أفق عريض ويبقى عنده استعداد أنه يصدق.